هنبدأ بقى خلاص، ده الجزء الأخير خالص من ال من ال من القلب. بصوا بقى، بصوا بقى، القلب اهوت خلاص بقى شبه ده بالظبط كده، طبعا مع اختلاف اللولي، بس طبعا ده بيقف، ده لأ عشان ده لسه ما اتعملتلوش السنادة اللي ورا. تمام، هعمل ازاي السنادة؟ السنادة دي هي آخر حاجة. انا طبعا خلاص قفلت كل القلب من بره، من بره بس، من جوه لا، من جوه مفتوح، عشان من جوه هنحط هنا الصورة في الفراغ ده، الصورة هتبقى في الفراغ ده. القلب اهو اتقفل كله، داير ما يدور كله بغزة رباعية عادية. خلاص هعمل بقى السنادة ازاي. بصوا بقى، هنا السنادة هعملها على الخرز ده من هنا كده ومن هنا كده، يعني 1 2 3 4 هشتغل على 3 خرزات. هفهمكم ازاي. بصوا بقى، انا عندي هنا، سيبوك من الرجلتين دول، انا عندي خرزة 2 3 اهو، او بمعنى اصح البوز اللي هنا ده خرزتين صح، خرزة ليها صف اهو وخرزة ليها صف اهو. انا همشي على الصف ده 3 وهمشي على الصف ده 3 اهو، معايا الخيط بتاعي، هدخل اول غرزة هنا عند التلاتة بقى اهو، 1 2 3 عشان همشي داير ما يدور، همشي داير ما يدور 3 خرزات. بصوا بقى الشغل ده المرة دي، المرة دي الشغل هيبقى غير المربعات اللي فوق بعضها. انا معايا 3 خرزات على الرابعة اللي تحت اهوت، شايفين المنظر اهو اهو اهو، ادي اول خرزة. همشي بقى بالخيط الشمال في الخرزة اللي تحت، من تحت من هنا كده همشي في الخيط من الشمال اهوت، وطلعت بقى معايا هنا خرزتين، خرزة ثابتة في اليمين وخرزة ثابتة في الشمال. يبقى ناقصني كام خرزة؟ ناقصني خرزتين، علشان انا هشتغل كل صف ده رباع، كل صف ده ايه؟ رباع. بصوا اهو اهو، وغرزة رباعية عادية جدا، ادي غرزة رباعية، ادي غرزة كمان كده، غرزتين رباعيتين. فين التالتة؟ اهي اهي، شايفين الخيط طلع منين؟ بقى عندي هم فتلتين، فتلة فوق وفتلة من تحت. لازم الفتلة اللي من تحت دي امشيها دايما، امشيها في الخرزة اللي جنبها. ادي بصوا كده، بصوا 1 2 علشان انا معايا 2 على الخيط، يبقوا 4 خرزات اهو يا جماعة. ادي الجزء الاخير، ادي 3 هم، عايزة اطلع 3 هنا بقى، هلف الشغل كده بالعقل وقوم داخله في الخرزه دي اهي، من بره كده لجوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اهي اهي، واخد خرزتين، لان انا معايا دايما خرزتين، دايما معايا خرزتين. الصف بس في اوله بيبقى 3 خرزات، لان بيبقى الصف بدايه، فبيبقى معايا خرزه واحده، انما طول ما انا ماشيه خرزتين خرزتين خرزتين. خلاص ادي اول واحدة في التاني، تاني واحدة اعملها ازاي؟ اهي بصوا بس كويس، ركزوا بس معايا، انا اعمل يعني الغرزة ايه من اي مكان، المهم ايه اعرف الفها ليها، ادخلها كده كده. خلاص انا طلعت الخرزة اهو، الحمد لله ظبطت الدنيا. بتساعدني طبعا زي ما قلت لكم الابره بتاعت الكروشيه، ساعدتني ان انا اجيب الخيط اللي غاطس جوه اللي انا ايه مش عارفه اجيبه بايدي. تمام، واخد برده خرزتين زي ما انا بالظبط، نفس النظام اهو. يبقى انا كده عملت 1 2 3 الجنب ده، ولفيت عملت 1 2، ودي الثالثه، دي الثالثه. مش هشتغل بقى كده، لا هقول لكم هشتغل ازاي. انا همرر الخيط عادي جدا في الخرزة اللي بعدها. تمام، همرر الخيط عادي جدا في الخرزة اللي بعدها، بس مش هشتغل يمين زي ما انا شغالة. ليه؟ لاني عايزة اطلع لفوق وامشي عكس، ومقلبة الشغل كده وشغالة شمالي، هقلبه اخليه يميني، واقوم اخد الخرزتين بتوعي
اهما شمالي هخليه يميني اهو اهو، شايفين اهو اهو الشغل بدل ما كنت شغاله كده انا هلف اشتغل كده بقى. طب انا هنا معايا كام خرزه؟ خرزه واحده اهي، دايما لما ببدا سطر جديد يبقى معايا خرزه واحده هشتغل عليها اهي. كام خرزه يا حلوين؟ 3 خرزات عشان يبقوا 4 خرزات، لان اول بدايه اول سطر بيبقوا 3 خرزات، بعد كده بشتغل خرزتين. ليه؟ ان انا معايا خرزه اهي، واتفقنا ان انا بمشي خرزه من تحت، لازم امشي خرزه كده، لازم امشي خرزه كده، الخرزه اللي تحت لازم تتحرك، لازم اتحرك عشان اعمل غرزه رباعيه. ده كده معايا 2 وهحط 2 عليهم يبقوا 4. بصوا كويس هتلاقوا الموضوع سهل جدا. بصوا كده اهو اهو اهو، ادي تاني واحده. طب تالت واحده برضو امشي الخرزه اللي في ايدي الشمال او الخرزه اللي تحت، في خرزه فوق وخرزه تحت، الخرزه اللي فوق اللي بحط فيها الخرز والخرزه اللي تحت اللي بتمشي في الخرز، بتمشي في الخرز من تحت عشان تنقلك الخرزه اللي بعدها اهي. هنا هتبان اكتر، الخرزه اللي تحت اهي والخرزه اللي فوق، الخرزه اللي تحت اهي بتنقلك للخرزه اللي بعدها اهي، بتنقل بيها، واللي فوق اهي بحط فيها الخرز. الموضوع سهل جدا، بس عايزين بس اركز. عايزين ان انا اجرب، لان لو ما جربتيش الورشه مش هتثبت في دماغك. قلنا الخرزه اللي تحت بمشي بيها خلاص، ايه يعني ثبتي بقى الخرزه اللي تحت امشي بيها واللي فوق فيها خرز، يبقى اوعي تحطي خرز في الخيط اللي تحت، ده غلط. تمام، الخرز فوق اهو، فوق وبمشي من تحت. طب انا لازم، انا بمشي ليه؟ عشان اتنقل من خرزه لخرزه بعدها. طب دي اخر خرزه اهي، مش بس طف كده خلص، خلاص دي اخر خرزه اهي، انا عايزه اطلع من فوق. نفس النظام، بدل ما احط الخيط هنا هقوم قلبه شغلي كده عشان اطلع دور كمان، واقوم شغاله شمالي يبقى يميني، شمالي يبقى ايه؟ يبقى يميني. نفس النظام هو اللي انا بخلصه، ده السطر الثاني. انا هعمل 3 سطور للسناده، للسناده ما ينفعش سطرين، لان سطرين بصي هيقع ازاي، لسه ايه مش ماسك كويس. فهطلع كمان دور اللي هو الدور التالت والاخير، الدور التالت معايا خرزه، يبقى هطلع 3 خرزات. لما قلت رباعي يبقى دايما يبقى معاكي 4 خرزات بس. شوفي انت ناقصك دايما كام، لو ناقصك خرزه ايه 3 خرز، لو معاكي خرزه يبقى ناقصك 3 خرزات، معاكي خرزتين يبقى ناقصك خرزتين. بصي بقى انا بنقل اهو الخيط من تحت اهو، لازم يتنقل، ده معايا خرزتين اهم، الخرزه اللي فوق هحط فيها الخيطه اللي فوق احط فيها الخرز اهي اهي يا جماعه اهي، والخيطه اللي تحت بمشيها في الخرز، بقعد انقلها انقلها كل مره، احط خيط واقفل وبعدين انقل الخيط واحط خرز وانقل. هنا بقى الزيادات دي انا اهي بقصفها بالقصفه بتاعتي عادي، لان دايما يعني بيبقى في عيوب في الخرز بسيطه اهو. انا خدت خرزتين اهما اهما، بصوا كده، بصوا اهو اهو، تمام اهو. هشتغل اكمل عادي، هنقل اللي تحت بنقلها في الخيط في الخرز، بنقل الخيط في الخرز اللي تحت اسفه 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 انا اسفه عشان عندي برد اسفه، ومن فوق بحط ايه الخرز، ومن تحت برضو امشي الخرزه الخيطه في الخرز، ومن فوق هحط ايه الخرز، شايفين اهو. نفس النظام، هفضل ماشيه خرزتين خرزتين لغايه الاخر خالص، ده اخر خط على فكره خلاص، وهوريكم هو يقف ازاي، هيثبت بقى خلاص، لان كده 3 كده حلوين قوي، وهيبقى يميني شمالي، وهقفل الشغل بتاعي. قبل ما انضف الغرزه هوريكم بس الاول هو هيثبت ازاي ويقف كده في مكانه، غير ايه، غير يعني غير بقى ما الاول وقع، لا اهو خلاص بقى ثابت. انا كده بعمل لها بس الكفر اللي من ورا ده، اللي ايه اللي هوقف عليه القلب، القلب اهو جميل جدا، القلب اهو جميل جدا. انتوا ممكن لو عاوزينه اصغر
لو عاوزينه اصغر هتصغره الغرز اللي هي الرباعية، بس هو ده حجمه مناسب جدا، يعني يا دوبك بياخد صورة، يعني حجمه مناسب جدا. تمام، ده اخر سطر عندي، خلاص هقفل بقى الغرزة بتاعتي، هتوهها زي ما انا معلماكو، وانضف شغلي كده، دايما دايما شغلي يبقى نضيف، و بصوا شايفين شايفين شايفين، تمام كده، تمام، وهربط الخيط خلاص اهو، خلاص هربط بقى الخيط اخر حاجة بقى خلاص، تمام. بصوا كده لازم اتوه الخيط بتاعي كويس، لازم اتوه الخيط بتاعي كويس عشان يبقى شغل نظيف. اهو توهت الخيط اهو، الغرزة هعديها بين الخرزتين اهيت، خلاص توهها بقى كده كويس على كذا خرزة كده، تروح وتيجي كده كذا مرة عشان الشغل ما يفكش، عشان الشغل ما يفكش. وايه، بصوا خلاص انا هقفل من هنا، هقطع اهو الخيط بتاعي، خلاص انا هقطع الخيط بتاعي اهو، وهعدي دي من هنا كده برضو، مشيها مرة كمان، مرة كمان اهوت اهو كده، خلاص خلاص كده البرواز بتاعي خلص اهوت، قلب وواقف وكويس جدا ومتين وسهل جدا وبسيط. واتمنى ان انا اكون افدتكم، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا لايكات لو الفيديو عجبكم، لو طلبتوا حاجة او حاجة، يعني لو حاجة عقبتوا عليا فيها انا بتقبل النقد، سيبولي في الكومنتات اي تعليق ليكم عجبكم الفيديو او ما عجبكوش، واسفه ان انا طولت عليكم، ويا رب يجعل بس الشغل دون في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.